اوكي يا شباب، طيب كيف نعمل المشين؟ ها نفتح احنا الفي ام وير ورك ستيشن، هي عندي السيرفر. اوكي اضغط على السيرفر. اوكي اليوزر نيم والباسورد حيكون روت، والباسورد ام سي اس اي 123 بس الام كابيتال. اوكي كونكت. خلاص احنا لازم لما نعمل المشين لازم يكون عندي هذا التاب مفتوح 192.168.1.123. اوكي نستنى شوي قبل ما تكون كريت فيرتشوال ماشين متاحه. ممتاز خلاص كريت ماشين تبكر خلوها نكست عشان تكون الاعدادات يعني جاهزه. روحوا على داتا ستور اختاروا مثلا اختاروا هذا الداتا ستور عندكم، اي داتا ستور تكون موجوده عندكم اختاروها مش مشكله. وبعدين هنا عندك الويندوز سيرفر 2012 ما بتفرقش طبعا لو خلينا 2012 2016 2008 بالاخر هذه عباره عن كونفجريشن بس جاهز نقدر نعدل عليها. خليها 2016 هنا نسميها دبليو دي اس وانا حسمي 8 هنا جهازي 8 دبليو دي اس 8 واحد يسميه حسب الجهاز سواء 10 20 30 40 50 و تمام. نكست الهارد ديسك 40 جيجا خلوه 40 جيجا. نكست بعدين حنعمل كستمايز للهاردوير. اول حاجه حنرفع الرامات، الرامات حنخليها 32 جيجا بايت هنا هاي 32 جيجا بايت خلاص 32 جيجا بايت. بعدين بنروح على نتورك ادابتر الشبكه عندنا، انا حختار ام او اتش دي خلينا نختارها انا 13 اوكي حتى ما تلخبط اي حد ثاني فيكم فاختار 13. وهنا لما اروح اختار الدي في دي يوز ايزو ايمج وطبعا اكيد الويندوز سيرفر 2016 كلوز فينش. لا تنسوا هسه حيعمل بوت وحيطلب منكم تو بريس اني كي عشان تقدروا تروح للانستليشن. فرضا انتم فوتوا البريس اني كي هذه خلاص فوتناها حيحاول يعمل بوت من اليا فاي. هذا طبعا البوت من اليا فاي هو نفسه الفي اكس اي بوت. شوف هنا بحاول يعمل في اكس اي خليني ما ضغطت وصار عندكم بهذه الطريقه اضغطوا الت كنترول انسيرت عشان يعمل ريستارت. نتورك كونكشن انت عندك اختار ام اتش دي 8 يعني 8 كل واحد يختار حسب رقم الجهاز تبعه. الميموري 32 يلا نكست انستول ناو انستليشن العادي حيكون كاستم انستليشن نعمل اكسبت اللايسنس اللي ما حد بيقراها طبعا. I don't have a product key هنا واختاروا طبعا الداتا سنتر ديسكتوب اكسبيرينس نكست اكسبت اللايسنس نكست بعدين طبعا كاستم نكست. كيف تعمل ريبوت مره ثانيه؟ الت وكنترول وانسيرت. اوكي بلش بعمل كوبينج الفايلز. طيب خليني انا بس تو طيب يا شباب هنا طبعا اكيد بنحط الباسورد تبع الادمن هو اكيد ان سي اس اي 123 اس باسورد ممكن نحطه كومبلكس. خلاص الحين فوتنا على الويندوز وحنعمل اربع حاجات الرئيسيه change computer name put static IP و join to domain. تاكد من الباسورد كل هذه الحاجات بنعملها من سيرفر مانجر. بدل ما نروح نعملها من اكثر من مكان سيرفر مانجر جمع لنا اياها بمكان واحد. اوكي هذا بس كان اوكي نروح على لوكال سيرفر خلينا اغير هنا كرت الشبكه
عندي 13 انا عندي فتح شركه تبعي ان شاء الله 13 اخذ طبعا اي بي عن طريق الدي اتش بي من دومين اسمه بعد نت دوت سي. هذا لا يعني انك انت عجول على الدومين, هذا يعني انه هذا الدومين وزع لك اي بي. اوكي يجي هنا طبعا انا ما راح اهتم انه وزع لي اي بي لان احط ستاتيك اي بي بروبرتيز اي بي فيرجن 4 يوز ذا فولوينج اي بي. فانا راح استخدم ارجع انا ناسي الدومين عندي ايش في اي بي هات اوكي 8 ماشي. فارجع ونقول له 8.8.8 اعطيه 120. لازم اتاكد انه 120 هذا مش مستخدم. كيف اتاكد يا شباب؟ ممكن هنا عن طريق الرن اعمل بينج للاي بي بدي استخدمه 120. والله شوف البينج مش موجود معناته هذا الاي بي مش مستخدم خلاص. فين نستخدمه؟ والدي ان اس عندي انا 8.8.18. من وين بعرف الدي ان اس؟ من الدي سي. بروح هنا على الدي سي في عندي الدي ان اس بجيب الاي بي من هنا 8.8.18. اوكي اوكي نيجي الحين 8.8.8 نعم 8.8 ما ديفرنت اي بي ما راح يعمل كونكت على الدومين. اوكي كل واحد يحط الاي بي اللي عنده. طيب هنعمل ريفرش عشان نتاكد انه هو اخذ اي بي ممتاز. بعدين حنروح على الكمبيوتر نيم تشينج ابدي اسمي دبليو دي اس مثلا 8 ممكن اسمي طبعا دبليو دي اس 2016 وتبر يعني حسب ما انا بدي. اقول ريستارت ليتر قبل ما انا قبل ما انا اغير ايش؟ التايم زون. طبعا التايم زون بلس 3 رياض كويت. اوكي اوكي خلاص نعمل ريفرش ممتاز كل شيء عندي صار تمام. هسه بدي بس ريستارت حتى ياخذ التغييرات تبعت الكمبيوتر نيم. طبعا بعد دومين بعد الريستارت لانه بدي اخليه ياخذ النيو كمبيوتر نيم. نعمل ساين ان ونعمل جوين على الدوم. خليته يعمل ريستارت عشان لانه بده ياخذ تشينجينج للكمبيوتر نيم. الالترناتيف ما عندناش الالترناتيف دي ان اس لانه كنا دي ان اس ثاني ونحطه. ما عندنا غير دي ان اس اللي هو البريفيرد الاساسي. طيب نروح الحين على السيرفر مانجر على الورك جروب نضغط عليها ونخليها دومين لوكال سيرفر. بس قبل هيك الدومين تبعي اسمه تاكد ابعد نت. اوكي هنا استنى قبل ما يجمع بعض المعلومات عن السيرفر لانه هذه المعلومات بيجمعها من اماكن مختلفه. فهنا اروح على الورك جروب change domain abadnet كفي نت باي سنين ابدا اكتب abadnet او abadnet.sa enter اليوزر نيم والباسورد تبع الدومين. خلاص الحين حيقول لي ويلكم تو دومين بكون جاهز انه نبلش وننزل عليه الويندوز ديبلويمنت سيرفيس. اوكي ويلكم الدومين خلاص
كذا عندي صار جاهز نستارت ناو. هسه الحين كمان بتتاكدوا لي معلومه مهمه، لازم انه نعمل لوجن بالدومين اكاونت، ما تعملوا لوجن بالاكاونت اللوكال لانه احنا واجبنا. اوكي الحين بقول لكم كيف تتاكدوا انكم داخلين باللوكال او بالدومين يوزر. يعني الدومين يوزر اللي هو ادمنستريتور ات اباد نت او ات اباد اسم الدومين تبعكم وات ايفر ايش كان. ممكن ياخذ شويه وقت عمل معنا ابلاينج للتشينجز لاول مره. ممتاز. الت كنترول انسيرت عشان نحط الالت كنترول ديليت جوا. شوف هذا الادمنستريتور اللي انتم شايفينه اللي ما فيش هنا عندي ساين 2 هذا اللوكال ادمن، الناس تدخل فيه. اوكي لانه اذا دخلنا فيه كل شوي حيقول لي دخل يوزر نيم والباسورد. نروح هذا اليوزر ونحط الادمنستريتور، وتلاحظوا لما تحط ادمنستريتور هنا كانت اباد نت هنا صار دبليو دي اس 8 اللي هو اسم الجهاز، يعني كذا انت داخل لوكال غلط. راح اقول له ات اباد نت او ات اباد، كل واحد حسب ايش الدومين تبعه. خلاص كذا انت قبل ما تدخل تضغط انتر تدخل الى ساين 2 واسم الدومين تبعه، سواء اباد نت او اباد نت لوكال كل واحد حسب الدومين تبعه. انتر. خلاص كده احنا دخلنا بالادمن تبع الدومين عشان يكون عندنا صلاحيات. حنروح على السيرفر مانجر ونبلش بعمليه الانستريشن. اللي يا شباب اللي ما وصل معي ينتبه يترك اللي بين يديه عادي خلاص بس اخلص انا الانستريشن انا حاشوف كل جهاز فيه. انا بس انه ننتبه ونفهم الكونسبت. بعدين خلاص التطبيق مش مشكله بسيط جدا بكل خطوات بالاخر يعني كله تك نكست نكست المهم احنا نفهم الكونسبت. طيب الحين حيفتح عندي السيرفر مانجر، اذا ما فتح السيرفر مانجر ستارت بعدين بفتح على السيرفر مانجر. شويه وقت. اوكي حيفتح طبعا هنروح على اد رولز اند فيتشر ونبلش بعمليه التنصيب الخاصه بالويندوز ديبلويمنت سيرفيس. طيب نقدر من هنا من اد رولز اند فيتشر اللي بيطلع لي في الداشبورد او من مانج اد رولز اند فيتشر نفس المبدا ما فرقتش. هنا شوي شايفين انتم عندكم اللينك بيجي وبروح معناته قاعد بيجمع شويه ديتا عن السيرفر. نقول اد رولز اند فيتشر خلاص. هنا طبعا بيفور يو بيجن طبعا بدي اقول له خلاص نبغى طالع لا تطلع لي هذه الشاشه التعريفيه في الوزر. بقول لك this wizard help you to install roles احنا عارفين. فـ installation time طبعا حيكون هو feature based احنا هننزل features. next وهنا حننزله على هذا السيرفر احنا شغالين عليه. طبعا السيرفر WGS لو احنا ضايفين هنا في الـ world server ضايفين سيرفرات خلينا نديرهم حيطلع عندنا السيرفرات الثانيه بس خلاص احنا فيش عندنا غير سيرفر الـ WDS. طبعا الحركه هذه بقدر اعملها من الدي سي، بقدر اروح الحين على الدي سي وانزل على الـ WDS طبعا بعد ما اضيفه انزل على الـ WDS هذا الفيتشر. خليني بس انا اعملها لكم وبعدين انتم تقدروا تدوت ليتر اون. دي سي 8 هي دي سي 8 بنروح على الاول سيرفرز هي يعني طبعا نفس طبعا نت اكسسبل لانه داون نفس. طيب بنروح عندي على مانج اد سيرفرز او دبليو دي اس فايند ناو هي السيرفر. اوكي اذا انا ضفته عندي هي اون لاين زي ما احنا شايفين بقدر اروح رايت كليك اد رولز اند فيتشر نقول نكست نكست هنا في السيرفر سلكشن اختار الدبليو دي اس ما اختار الدي سي اللي هو الجهاز اللي انا عليه وبقدر انا انزل عليه الفيتشر اللي انا بدي اياها من الدي سي كله بس احنا خلينا نروح هنا على الدبليو دي اس ما بتفرقش عملناها من هنا او عملناها من هنا. طيب نكست وخلينا نروح على الويندوز ديبلويمنت سيرفيس هي الخيار الثالث من الاخير ويندوز ديبلويمنت سيرفيس. احنا في الرولز عشان تعرف فيها رولز يا شباب يعني هي فيتشر بس تجميعات من الفيتشرز. كيف يعني تجميعات من الفيتشرز؟ هسه الحين احنا شو بننزل معها؟ بننزل معها ريموت سيرفر ادمنستريشن كود يعني حينزل لي اول شيء الويندوز ديبلويمنت سيرفر وبيجي معها الويندوز ديبلويمنت سيرفيس بيجي معها الادمنستريشن تول اللي شايفينها هنا والادمنستريشن تول الخاصه بمين؟ الويندوز ديبلويمنت تول. هنا اضغط اد فيتشرز اوكي فضاف لي الويندوز ديبلويمنت سيرفيس وضاف لي من الفيتشر عندي ايش ضاف؟ الريموت ادمنستريشن تول هذه من هنا ضاف لي اللي عندك من هنا ريموت ادمنستريشن تولز ضاف عندك الويندوز ديبلويمنت سيرفيس. فبدل ما انت تروح على سيرفر رولز
تروح تنقي انت عندك الويندوز ديبلويمنت سيرفيس بعدين تروح على الفيتشر تنقيها من هنا خلاص هو الرولز مباشره تصل لك الطريق اوكي. طيب نيجي نكست هنا بيعرفك عن ال WDS وايش هو deployment required that DHCP and DNS service available in your network وهكذا. Next اوكي في عندي هسه نوعين من السيرفرز اللي بدنا احنا ننزل. في عندك اول شيء deployment server بقول لك deployment server provides the functionality of the deployment service used to configure and remotely in Windows operating system. ال deployment server هو المكان اللي بترفع عليه الويندوز هو المكان اللي ترفع عليه الويندوز يعني لازم يكون في عندك deployment server نازل. والترانسبورت سيرفر الترانسبورت سيرفر روح بيستخدم الديبلويمنت الايمجز الموجوده في الديبلويمنت سيرفر وبينقلها للاجهزه اوكي. اذا الديبلويمنت سيرفر المكان اللي حقه على الايمجز والترانسبورت سيرفر هو السيرفر اللي بينقل الايمجز للكلاينتس اوكي. فالاثنين لازم يكونوا موجودين. نكست بقوله طبعا اذا بتحتاج ريستارت اعمل ريستارت بدون ما تسالني اقول يس اوكي وبعدين خلاص ايش بقول ايش بيعمل بيعمل انستليشن ل الريموت سيرفر ادمنستريشن تول يعمل لي برضه انستليشن للويندوز ديبلويمنت سيرفيس وبعد هيك احنا هنعمل كونفجريشن هنعمل بعض الاعدادات اوكي دو ات ان يور ماشين ذا سيرفر طيب زوم شوف هنا رايت كليك دي اس بي مانجر افتح سكوب جديد يعني رايت كليك هي سكوب ماتش سميه مثلا جنرال سكوب وزل الكل تقدر تحط تحت الديسكربشن اللي بدك اياه نكست حيبلش عندي من 90 90 90.1 لغايه 90.90.90.101 بس هنا حقول له استثني لي الاي بي هات من 90 90 انت عندك 100 صح لغايه 90 90 90 120 هذول استثنيهم اوكي اصلا لغايه 100 هو اصلا حيوزع على 101 فخليه يستثني من 100 ل 101 بس نكست نكست خلاص ما في شيء عندنا جيت واي هي الدي ان اس تبعك نكست ولا وينز السيرفر عندنا اكتيفيت فينش خلاص اذا عندك الدي اتش بي اشتغل لازم يكون دي اتش بي عندك شوي هنا طبعا هذا العلامه الزرقاء يعني انه نستلم الشغل الحين اشتغل خلاص كذا عشان دبليو دي اس يكون شغال اوكي خلاص طيب انا حروح على دبليو دي اس يا شباب عندي حدخل هنا خلاص انستليشن سكسيد لازم نكمل الكونفجريشن فبنروح من تولز ويندوز ديبلويمنت سيرفيس شوف بسجل بالويندوز ديبلويمنت سيرفيس حنعمل كونفيجر للسيرفر هنا هاي السيرفر عليه علامه النت كونفيجر هذه الورنينج حقول له كونفيجر سيرفر نكست بدك اياه ستاند الون ولا معناته دايركتري اكيد بدي اياه معناته دايركتري اختار الخيار الاول انتجريتد نكست بعدين وين المكان اللي حتنزل فيه البوت ايمجز هنا في السي ريموت انستول طبعا ممكن احنا نغيرها بس احنا في تستنج انفيرمنت ما فيش عندنا غير سي موجوده لو في عندنا دي غيرها حطها على الدي لو في عندك اي غيرها حطها على الاي لما اقول له نكست هي هنا حيقول لي انه مش كويس انك تحط انت عندك الانستليشن ايمجز على السي وهي السي نازل عليها السيستم فوليوم نازل عليها يعني هو السيستم فوليوم اللي هو يعني نازل عليه الويندوز اقول له اوكي يس انا حكمل مش مشكله هناك بقول في عندك حاجه اسمها البي اكس اي سيرفر انيشيتنج ايش يعني البي اكس اي سيرفر انيشيتنج يعني هسه الكلاينتس بتطلب منك الانستليشن ايش تعمل don't respond to any clients تردش على اي حدا ما هذا احنا مش هنعملها طبعا غير بعد ما نكون خلصنا كل شيء ما بدناش نعمل اي installation من الكيس respond only to known clients from the screen and non client computer الكمبيوتر اللي join عندي على الدور اوكي او respond to all client computers اللي هو known and unknown وهذا الخيار اللي احنا نختاره تمام اذا بدك تعمل على نفسك انت كادمن افورت زياده فممكن تقول هنا require administration approval يعني ما فيش حدا حينزل ايمج غير لما انا وافق عليها الطلب اوكي فممكن انت تحطها بس هذه ارهاق على الادمن ممكن انت ما تحطها نكست خلاص هسه الحين ايش بيعمل؟ بيعمل configuring بيجهز عندي الويندوز ديبلويمنت سيرفر حتى نرفع عليه الويندوز configure طبعا
انه في مبنى بيشتغل مثل اللي هنا بيقول لي الان السيرفرات لا هذه حشيلها عشان احنا نضيف على راحتنا. فينش خلاص كذا عندي جاهزين انه احنا نشتغل عندنا على ال WDS.